يعطيكم العافية ويألف أهلا وسهلا فيكم على محطة الأبيض تي في على يوتيوب. سيداتي وسادتي بدي أخبركم عن الوضع العام شو عم بيصير هلأ حاليا بمنطقة الشرق الأوسط. بس بالأول بحب أخبركم أنه بتوقعين عندي هون على قناة الأبيض تي في أول شيء إعادة انتخاب رئيس الجمهورية السيد بشار الأسد، لقد تم وفعلا فاز بالانتخابات بنسبة 95.1%. أما بالنسبة لسد النهضة كمان أنا خبرتكم أنه حيضل في مشاكل بسد النهضة، حيبلش يصير في إذا بدكم خضيت بالموضوع وخصوصا على الحدود السودانية والأثيوبية. بتمنى منكم ترجعوا تحضروا الفيديوهات الموجودة عن سوريا وكمان عن سد النهضة، وكمان إذا تحبوا تفوتوا على قناتي الخاصة لدعمي بيترا بدر روحانيات أو بالإنجليزي بيترا بدر كمان بتشوفوا نفس التفاصيل موجودة هونيك. سيداتي وسادتي طيب شو عم بيصير؟ أوكي بدنا نمرق على العراق، سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين، وحنوقف أفوني وإن شاء الله بفيديو تاني بنفوت على توقعات خاصة بمصر وبالسودان وبأثيوبيا وكمان بفيديو عن الجزائر تونس. أول شيء بنبدأ بالعراق. العراق سيداتي وسادتي عم ببلش يصير فيه مثل ثورة إذا بدكم، عم بيصير فيه عدة مشاكل. الحكومة لأول مرة بتفتح ملف المغتالين اللي كانوا هني ناشطين ضد الحكومة بدهم يعرفوا مين اغتالهم. كمان لأول مرة الحكومة العراقية بتبلش تتابع ملفات الفساد وتتابع عدة رجال تتهمهم بالإرهاب. أوكي نحن هون عنا بالمقابل في عنا عدة ثورات، عدة مظاهرات عم بتصير، والشعب منه راضي عن المواضيع اللي عم بتصير بالعراق. في بعض المناطق بيقولوا انه مش وصلها كهرباء ولا وصلها ماء، بحطوا الحق على دولة العراق التي هي دولة اصلا غنية بالبترول. نحن هون ما بدنا ننسى انه اللي مرقت فيه العراق كان جدا صعب يعني، والحمد لله يعني البلد بعده واقف وبعده قادر يصمد. طيب الى اين نتجه؟ على قناتي نزلت فيديو خاص بالعراق وقلت سوف يكون حيدل في ثورات بالوقت الكل فكر انه ما بقى في ثورات صار في عنا حكومة. انا قلت حيكون في ثورة نهائية اوكي، والميليشيات الايرانية وازرع ايران في العراق سوف تنتهي، وكمان الاخوان المسلمين والدواعش على اخر شخص سوف ينتهوا. اوكي شو عم بيصير؟ هيدي الثورات سوف تقود الى ثورات اكبر، والعراقيون كمان يتوعدون بثورة بتشرين، ثورة جدا تكون صعبة وقوية، وانا اتوقع انه هيدي الثورة سوف تتم. اتوقع انه العراق ببداية 2022 نهاية 2021 رح بتكون على السكة الصحيحة، رح بتكون على الفكر اللي العراقيون بحبوه، سنة وشيعة وأكراد ومسيحيون وأزيديون ويعني كافة الطوائف رح يحطوا إيدهم ببعضهم، رح يغيروا بعض من القوانين وبعض من المادات الموجودة بالدستور حتى العراق يبلش يقلب لبلد أكثر مدني. أوكي هلا هو بلش ولكن سوف يتجه إلى بلد مدني أكثر، وسوف يشدد وسوف يتمسك بهويته العربية ويحط إيده مع بلدين الخليج وبلدين الشرق الأوسط. نحن ما بدنا ننسى أنه العراق وين موجود على الخريطة، يعني موقع لا يحصد عليه بين إيران وبين السعودية وبين سوريا، يعني المناطق اللي أصلا هي عندها نفوذ سياسي ومش عارف كيف يعني بعد مش عارفين كيف سوف يتجه العالم سياسيا. العراق 2022 سوف تتجه الى عهد بناء بابل. وشو قصدي؟ قصدي هون انه كافة العراقيون رح يحطوا ايدهم مع بعضهم، وكمان حيكون في عدة جنسيات سوف تساعد على بناء العراق. العراق والعراقيون لن يهزموا، لم يهزموا اصلا ولن يهزموا كمان، فخليكم قوية، انتم قادرون على النصر. بعد في ثورة أخيرة سوف تغير من العراق وسوف تتجه العراق إلى البلد الذي يريده العراق. سيداتي وسادتي منتجه هلأ إلى سوريا. أوكي شو عم بيصير بسوريا؟ بسوريا وكما توقعنا وكما توقعت بسنة 2019-2020 بشار الأسد لن يسقط، بالوقت اللي كانت جميع الدول تريد إسقاط بشار الأسد وأنا الوحيدة اللي قلت بشار الأسد صامد. وسنة 2020 من أول 2020 و 2021 قلت إنه الانتخابات سوف تتم،
وسوف طبعا يربح الدكتور بشار الأسد. إلى أين نتجه؟ الدكتور بشار الأسد قد انتصر وربح في مظاهرات تقول أنه لقد تم تزوير الانتخابات لا يهم، لأن الدول كلها متفقة أن يكون بشار الأسد هو رئيس جمهورية سوريا من بعد ما قام بعدة اتفاقات بين مع روسيا، أمريكا ودول أوروبا راضية عنه، وكمان حاليا الخليج عم يرضى عنه، عم يجي يفتح قنصليات وسفارات بأرض سوريا لإعادة ضم سوريا إلى الحضن العربي. إلى أين نتجه؟ نتجه إلى عدة أمور. أول شيء نرى الدكتور بشار الأسد سوف يقوم بإلغاء الكثير من القوانين والنصوص التي تقول بأنه كل إنسان وقف ضد الدولة وشارك بإرهاب ضد بشار الأسد وضد جيشه يحق له أن يعود من دون أي محاسبة. ونحن هون بنشوف أنه الكثير من اللاجئين الموجودين في لبنان والعراق وتركيا رح يرجعوا إلى سوريا لإعادة إعمار سوريا. أما بالنسبة لأوروبا نحن حنشوف ليس يعني رجوع طوعي، ولكن الكثير من البلدان الأوروبية سوف تفضح الكثير من السوريين الموجودين هناك اللي كان ببالهم يعملوا مشاكل بدول أوروبا. كمان نحن حنشوف بريطانيا وعدة دول أوروبية وأمريكا وأستراليا تسحب الجنسية من الكثير من الشعب السوري، ومنشوف كمان الكثير من العودة الطوعية إلى سوريا، وخصوصا من الرجال النافذة اللي عندها فلوس وهي على علاقة ببشار الأسد، وكمان من اليد العاملة اللي بتشتغل بالإعمار كمان منشوفها عم ترجع على سوريا. منشوف كمان إعادة إعمار لعدة كنائس ولعدة أسارات، ولكن ليس بأيادي سورية ولكن بأياد أجنبية. كمان نشوف السيد والدكتور بشار الأسد بزيارة إلى لبنان مع عقيلته لرؤية رئيس الجمهورية ميشيل عون، وكمان بشوف الجيش السوري منتشر على الحدود بين لبنان وسوريا وداخل الأراضي اللبنانية، ولكن فقط في الشمال وعلى الحدود، وكمان بالجنوب بس على الحدود فقط. كل الخير لسوريا. أنا بشوف إعادة إعمار مثل ما أنا توقعت عن سوريا، نحن ماشيين متوقعات 100% وعلى وقتها. فيكم تشوفوا الفيديو كامل في على قناة الأبيض تي في، وفي كمان على قناتي أنا. أما سيداتي وسادتي منتجه للبنان، نحن كمان عم نشوف أنه لبنان عم بيصير فيها عدة أمور. الحكومة رغم أنه لقد تم إذا بدكم انتخاب أو مثلا تفويض الشيخ سعد الحريري بإنشاء حكومة، ما زالت الحكومة مش منشأة أو ما في حكومة بلبنان. والمشكلة بين الشيخ سعد ورئيس الجمهورية الأستاذ ميشيل عون، الجنرال ميشيل عون عفوا. فنحن هون عم نشوف انه عم بيكون في مشاكل، وبيقولوا انه المشكلة وزير او وزيرين، وشفنا كمان انه اللبنانيين كمان يتمنون على السيد نبيه بري الذي هو رئيس مجلس النواب اللبناني بانه يتوسط بين سعد الحريري وميشيل عون كرمال تنشأ هيدي الحكومة. كمان عم نشوف الدولار عم يلعب بلبنان، عم نشوف انه المعاشات بلبنان ما عادت تكفي، وكمان عم نشوف عدة اتجاه إلى الهجرة إلى أوروبا وكندا وأمريكا وأستراليا. طيب إلى أين يتجه لبنان؟ أنا قلت دايما من وقت ما انتخبوا الشيخ سعد الحريري، قلت أنه الشيخ سعد الحريري لا يمكنه أصلا أنه يشكل حكومة بلبنان والحكومة التي يريدها، وهيدا كلامي قلته. كل ما يرجعوا يفوضوا الشيخ سعد الحريري برجع أنا بقول لا يمكنه تشكيل حكومة، وأنا بعدني على كلامي لا يمكنه تشكيل حكومة. اوكي، واظن انهم لا يريدون تشكيل حكومه اصلا، يعني من التحليل السياسي لا ارى نيه بتشكيل الحكومه، ومن قراءه الطاقه بلبنان كمان لا ارى تشكيل حكومه الان. اوكي، ولكن نحن نتجه بنهاية 2021 وبداية 2022 إلى سيناريو مختلف في لبنان. نتجه إلى إذا بدكم الكلام عن تغيير رئيس الحكومة الذي هو سعد الحريري، ولكن برضاه هو، وهو الذي سيختار من سيكون رئيس الحكومة الجديد، والذي سيكون من حزبه الذي هو حزب تيار المستقبل. أنا بشوف أنه ميشيل عون بكمل لنهاية ولايته، مع أنه كافة الذين يتوقعون والمحللين السياسيين وعلماء الفلك بيقولوا أنه الجنرال ميشيل عون لن يكمل ولايته. أنا بشوف أنه حيكمل ولايته، بعتقد بعد فيه يمكن حوالي سنة ونص. اوكي،
كمان أنا بشوف إنه بالمستقبل نهاية 2021-2022 لبنان سوف يوضع. شو يعني يوضع؟ يعني لن يضع نفسه لكنه سوف يوضع مرغما عنه على الطريق الصحيحة من بعد ما يكون سوريا حطت حالها بالموقع الصحيح، ومن بعد ما يكون كمان على جنوب لبنان فلسطين وإسرائيل انحطوا كمان بالموقع الصحيح. كمان هلا بآخر الفيديو حنحكي عن إسرائيل وفلسطين. أوكي؟ إذن سيداتي وسادتي، بالنسبة للدولار حيدلوا يتأرجح بلبنان، يعني الليرة مقابل الدولار حتضل تلعب بين ال 12,000 وال 15,000، ولكن سوف تثبت بنهاية 2021 إن شاء الله، ومن بعدها الدولة سوف ترجع تحاول تبني اقتصاد، بيصير في رفع الأجور. أما بشوف أنا الجيش اللبناني والقائد الجنرال جوزيف عون عم يلعب دور كتير حلو وكتير كبير بلبنان. إذا أنا بشوف حكومة جديدة مختلفة بكمان بموازاة تدخل الجيش اللبناني. إذا القوة المستقبلية للبنان سوف تكون الجيش اللبناني فقط كجيش مسلح بلبنان، وكمان حيكون في حكومة لبنانية مختلفة عن كل السيناريوهات التي نراها الآن، ويكون عليها رضا خليجي ورضا أوروبي فعلي وليس فقط بالكلام وليس فقط من باب المحبة. نتجه الآن إلى فلسطين وإسرائيل من بعد هذه المشاكل التي أيضا توقعتها كمان على قناة الأبيض تي في وعلى قناتي، صارت كلها تماما 100%. قلت انه حيصير في دولتين فلسطين واسرائيل، وكل العالم هلا عم يحكي عن هذا الكلام مع انه انا قلته من زمان كثير. كمان قلت انه حيصير في محاسبه للاسرائيليون، انه حيتهموهم بمجازر ضد الانسانيه، ونحن عم نشوف انه المحكمه الدوليه تبحث بهذا الموضوع. هلا من ساعتين قالت المحكمه الدوليه انه القصف الذي تم على الذي صار على غزه كان عشوائي، ولا اثبات انه هذه المنازل تملك مسلحين او سلاح او ارهابيين. اوكي طيب، شو السيناريو الى اين نتجه؟ اولا نتنياهو خسر. نتنياهو حب ان يعمل حرب ليأجل محاكمته، ليأجل كمان ان هو ما يكون رئيس حكومه، لان هو فشل كمان انه يشكل حكومه. اوكي اللي صار انه نتنياهو فشل، سوف يحاكم نتنياهو، الاسرائيليون سوف يلومون نتنياهو على هذه الحرب التي لعبت لصالح الفلسطينيين بإعادة إعمار غزة على يد مصرية وعلى يد خليجية، بحيث تضامن العرب كافة مع الفلسطينيون من بعد ما كانوا الإسرائيليون هني اللي عم يطبعوا عم ياخذوا تعاطف العرب. فأي إنسان عربي غير متعاطف على الأقل لا يمكنه إعطاء رأيه الآن. إذا إسرائيل خسرت موقعها السياسي في المنطقة، ولكن ليس أيضا في المنطقة، أيضا في أوروبا وأيضا في أمريكا، بحيث سوف نرى قريبا بتهديد بوضع عقوبات على إسرائيل، ولكن سوف تتفاجؤون من جو بايدن من أمريكا. نعم سيداتي وسادتي، أمريكا سوف تبدأ بتهديد إسرائيل بوضع عقوبات عليها إن لم تلتزم بالقوانين الدولية، وسوف نرى فعلا فصل السلطة الفلسطينية يعني عن إسرائيل. إسرائيل لن تنتهي ولن تزول كما يتوقع الجميع. إسرائيل موجودة وعندها كيان، وكمان فلسطين موجودة وأخيرا وعندها كيان، وسوف تكون دولة فلسطين، وسوف يقدم لها الجيش المصري المساعدات العسكرية، وسوف كمان يتم الحكم على إسرائيل بالتعويض عن الفلسطينيين عن مجازر الحرب الإنسانية، وسوف يفرض على إسرائيل كمان مساعدة بإعادة إعمار غزة وفلسطين، وفلسطين سوف تكون بلد من ثلاث مقاطعات، مقاطعتين داخل فلسطين المحتلة حاليا حسب الخريطة، أما مقاطعة خارجها. مصر سوف تلعب دور كتير كبير مثل ما شفنا أصلا، ودايما حدال تلعب دور كتير كبير بهيدا الموضوع. في عنا توقعات قريبة لمصر وعن سد النهضة كمان وعن السودان وأثيوبيا. خليكن معي، شكرا كتير لكم، ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو وكمان سبسكرايب لقناة الأبيض تي في، منحبكن كتير. Thank you.